مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. اكتر حاجه هماني الموسم ده او الشهرين دول، بلاش مع انطلاقه الموسم، يعني في موسم الانتقالات، انجاح النادي الاهلي. اللي انا اقعد اتفرج والاقي فريق كره في النادي الاهلي قوي جدا وناجح جدا لاثبات نظريه مهمه جدا في ظل موسم انتقالات ضخم جدا صرفت فيه الانديه مئات الملايين، مئات الملايين من الجنيهات، وانا ما اعرفش العائد هل هيفرق كتير عن السنه اللي فاتت ولا هيقرب من السنه اللي فاتت. يعني انا الفلوس اللي اتصرفت دي كلها، هل مثلا يعني مثلا ممكن الاقي بيراميدز بطل الدوري؟ ما هو كان تالت، كان تاني اسف. هل ممكن مثلا الاقي طلاع الجيش تالت؟ هل ممكن الاقي فيوتشر تاني؟ انا بتكلم على كل واحد خاتم كام وجايب انتقالات قد ايه. ده في جايب انتقالات بال 18 نادي، ب 18 لعيب و16 لعيب و15 لعيب و14 لعيب. يعني هل ممكن الاقي الاتحاد السكندري فوق ال 12 والاسماعيلي فوق ال 11 والمقاولين فوق العاشر وانبي فوق التاسع؟ هل ممكن الاقي سموحه فوق السادس، سادس الدوري؟ موسم كان في الانتقالات ضخم جدا، يمكن من اقوى، احنا بنقيس القوه بالكم، بالطن، بالوزن. فهل فعلا تكون دي الطريقه المثلى لانجاح الانديه؟ هنشوف الترتيب، ده الترتيب النهائي للدوري اللي انا بقول لكم عليه ده. يعني انا مفترض بعد كل الصفقات الضخمه دي الاقي غزل المحله مش ال 15، الاقي المصري مش ال 13، الاقي الاتحاد السكندري مش ال 12، الاقي الاسماعيلي مش ال 11، الاقي المقاولين مش العاشر، انبي مش التاسع. كل واحد لازم يعلم ايه بترتيبه، فما حدش هينزل المفروض يعني. لانه حاجه من اتنين، اما دي شويله فلوس بتتعبى وتترمي في البحر، البحر اللي هو جيوب الوكلاء وجيوب السماسره اللي مع الوكلاء واللي هم شغالين في الانديه لصالح الوكلاء. كان زمان استاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه وشيخ النقاد الرياضيين، يعني ولد الصديق العزيز الاستاذ حسن المستكاوي اخونا الكبير طبعا، كان يقول لك يا ابني انت مندوب النادي في الجريده ولا مندوب الجريده في النادي؟ فرق كبير. يعني انت بتشتغل صحفي الاهرام بتغطي الاهلي لصالح الاهرام ولا بتخلي الاهرام لصالح الاهلي؟ تفرق جد انت مندوب في مين فيهم. اما انك تكشف الحقائق في الاهلي وتنشرها في الاهرام، او تخفي الحقائق لصالح الاهلي فتنشر ما يريده الاهلي في الاهرام. انا بدي الاهلي كنموذج يعني، وبتكلم بشكل عام في كل حته. فنفس الفكره برضو، هل المسؤولين اللي في الانديه او بعض منهم عشان خاطر ما يبقاش يعني كلامنا عام، بيشتغلوا لصالح الوكله ولا لصالح الانديه؟ يعني الناس اللي جايبه 17 و18 و16 و15 و14 و13 و12 و11 والارقام الضخمه دي من عدد اللاعبين، ما هو الوقت الصفقات بقت بالملايين، عشرات الملايين. يعني اللي جاب 11 و12 و13 و14 من سبعه وانت طالع مثلا، او من سته وانت طالع، دي مصروف ملايين كبيره جدا. هل فعلا المستوى الفني هيتطور بالشكل اللي يواكب الملايين دي ولا لا؟ هنشوف. اللي هيثبت ده ايه؟ اللي هيثبت ده ايه؟ المستوى الفني اللي هنشوفه في الماتشات.